يقول فيها أنه في عام من الأعوام حج إلى بيت الله الحرام، لكنه بات قبل أن مكة مكرمة، فجامع زوجته، فما الذي يترتب على؟ يقول لأنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام، لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته، فحصل بينهما الجماع، فما الذي يترتب عليه بالتفصيل؟ علما يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي، وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام، أرجو أن أكون على بينة. نقول إذا كنت جاهلا أن هذا العمل محرم أنت وزوجتك فلا شيء عليكما وحجكما صحيح ولا فدية، وإذا كنت تعلم أنت وزوجتك أن هذا محرم فإن النسك الذي وقع فيه الجماع يكون فاسدا، فإن كنتما متمتعين فقد فسدت عمرتكما ويجب عليكما أن تقضي بدلها، وإن كنتما مفردين أو قارنين فقد فسد حجكما. والمفهوم أنكما مضيتما في الحج وأكملتماه، فعليه يجب عليكما إعادة هذا الحج هذه السنة، ويجب على كل واحد منكما فدية، وهي بدنة تذبحون يذبحها كل واحد منكم بدنة وتتصدقون بها على الفقراء في الحرم أو في المكان الذي وقع منكما فيه هذه المخالفة. الله.